هل دخلت بغداد؟ لا، لم ترى الدنيا إذاً. بهذه الكلمات اختصر الإمام الشافعي الدنيا كلها في بغداد وهو يخاطب تلميذه يونس بن عبد الأعلى: هذه هي الدنيا التي ملأت قبل قرون قلوب الناس وشغلت عقولهم ولجأ اليها العلماء والشعراء والباحثون عن الجمال هذه هي الدنيا التي ملاها العباسيون حضاره ونضاره وزينها الخليفه هارون الرشيد بالعلم والادب فصارت مفخره العرب والمسلمين وقبلتهم الباسمه اليكم قصه هذه الدنيا بسطور بعد انحسار موجه الاستعمار عن المنطقه العربيه عادت بغداد الى الظهور على مسرح الاحداث واستعادت مكانتها بين عواصم المنطقه وسريعا تالقت اقتصاديا وعمرانيا ولفتت الانظار بما تحت قبضتها من ثروات وخيرات وهو ما حرك نحوها انظار الطامعين من جديد بعد قرون من اعتزاز العراقيين بعاصمتهم وبسمعتها المضيئه يخرج من بين ظهرانيهم من يرفض ربط بغداد بهارون الرشيد ذاك هو عمار طعمه عضو مجلس النواب في عراق اليوم الذي لم يرق له ان ينسب ازدهار بغداد واشعاوها الى هارون الرشيد واصفا هذه النسبه بالعار فهل ما قاله طعمه نزوه فرديه تمرد فيها الرجل على وجدان العراقيين ومشاعرهم أم هي انعكاس لمزاج سياسي تنفخ فيه الروح ويغذى خدمة لمآرب تتجاوز إرادة العراقيين إليكم مشاهدين الكرام هذه الندوة الخاصة عن بغداد ذاكرة العرب المنسية فأهلا وسهلا بحضراتكم في بقعة الالتقاء الحضاري في بلاد ما بين النهرين وعلى ضفاف دجلة الخير كان هناك موعد لتغيير التاريخ عندما قرر الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور بناء مدينه السلام بغداد لتتحول المدينه في زمن قياسي الى حاضره الدنيا وقبله العلم يقصدها العلماء وطلاب العلوم والفنون والاداب وتشهد قمه مجدها في عصرها الذهبي زمن الخليفه هارون الرشيد الذي اقترنت باسمه ولتكون منارا للعرب والمسلمين ومحط فخر عبر العصور في بغداد الرشيد قامت الحضاره شاخصه ومتجليه بكل تفصيلاتها فقد انشئت المدارس والمساجد والمستشفيات والمصانع واصبحت الحياه فيها مثالا في التقدم ونموذجا للرقي حتى تغنى الشعراء بجمالها وسموها جنة الله في أرضه لروعة حدائقها وخضرة أريافها وعظمة قصورها والزخارف التي تزين قاعاتها وبواباتها كما أشاد المؤلفون بفخامة عمرانها ونبوغ علمائها وأعلامها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها ومحالها وأسواقها. وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في أصل تسمية بغداد فقد أجمعوا على مكانة بغداد السامية في التاريخ باعتبارها وارثة الحضارات المتعاقبة التي نمت وازدهرت في وادي الرافدين اليوم وبعد أن كثرت عادية الزمان على المدينة يحاول البعض ان ينقلبوا على الرشيد مره اخرى ويسعون لاقتلاع ذلك الارث العظيم الذي خلفته دوله بني العباس عبر تشويه معالمها التي تنتشر فوق ربوعها وطمس الاقها الذي سطرته كتب التاريخ متناسين ان بغداد قد مرت عليها سنون عجاف واشتبكت عليها الاعصر لكنها بقيت شابخه وظل عودها اخضر ينبت من جديد كلما ظن المتربصون انها ذوت لتبقى دار السلام موئلا للحضاره وصانعه للامجاد. ارحب بضيوف هذا اللقاء معي في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الباحث والاكاديمي وكذلك الدكتور عماد عبد السلام استاذ التاريخ ومعي من اسطنبول الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الاسلامي والحضاره. اهلا بالجمع الكريم نبدا من اسطنبول استاذ محمد ما حيثيات بناء مدينه بغداد التاريخيه ولماذا اختيرت هذه البقعه لتكون عاصمه اقوى دوله في ذلك الوقت؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهلا بك اخي جهاد واهلا بالاساتذه الكرام. الحقيقه كلمه بغداد بحد ذاتها لها اثر عميق في الذهن الاسلامي وفي التاريخ الاسلامي. و يعني لعل ابا جعفر المنصور رحمه الله لم يكن يدري وهو يؤسس مدينه بغداد انه يؤسس واحده من المدن الكبرى الحضاريه في كل التاريخ الانساني طبعا البدايه كانت بدايه امنيه كان انت تدري الدوله العباسيه في بدايتها كانت حاضنتها في العراق ولكن للخلاف الذي وجد في بداية الأمر بين العباسيين والعلويين وكذلك بين قاعدة الدولة التي كان فيها جزء من الخرسانيين رأى أبو جعفر المنصور أن ينتقل من مدينة الهاشمية التي كانت قريبة من الكوفة التي كان فيها أول نزول الدولة العباسية وأن يختار له مدينة ملكية أخرى يكون سيد هذه المدينه ويكون حولها اهله وجنوده وتكون مقر حكمه فالبدايه او الغرض الاساسي كان غرضا امنيا طبيعيا كما هي عاده الدول التي تنشا في بدايه امرها وتحاول ان تؤسس لها وضعا امنيا جديدا فلذلك راى ابو جعفر المنصور بعد حركه يعني هي اقل من ثوره ولعلها تشبه ما يمكن ان يكون حركه تمرد بسيطه في جماعه اسمها جماعه الراونديه كانت خراسانيه وذات هوى خراساني فهذا نوع يعني بدايتها كان نوعا من التمرد على ابي جعفر المنصور وبالتالي اتخذ قرارا لبناء مدينه بغداد فارسل ويعني اتخذ من رجاله وارسل في ضرورة أن تتخير له مكان وموقع وبقعة مناسبة لكي يكون فيها العاصمة الجديدة. ذهب فريق العمل وتخير هذه المدينة كانت مدينة من أصح الأماكن هواء ومن أطيبها ماء وكانت ظروفها الأمنية أيضا جيدة لأنها كانت بين عدد من الأنهار وظروفها الاقتصادية كانت جيدة لأنها باتصالها بالأنهار تتصل بكل العالم لأن نهري دجلة والفرات يوصلانه إلى البصرة التي توصل حتى الصين ويمتدان حتى بلاد أذربيجان وأرمينية والأناضول فكانت تأتيها التجارات من كل مكان وكانت تذهب إليها كذلك التجارات فساهم هذا الموقع إلى جانب مزاياه الأمنية لأنه محاط بالماء ساهم كذلك في النهضة الاقتصادية والتجارية التي يعني أبو جعفر المنصور حينما أسس مدينة بغداد توسعت المدينة في عهده هو توسعا لم يتخيله لأن المدينة وموقعها كان مساعدا ومحفزا للعمليات التجارية والاقتصادية ولانهمار العلماء والأدباء والفلاسفة والتجار وأصحاب الصنائع إليها ولك أن تتخيل أنه لم يبدأ العمل فيها إلا حينما اكتملت عدة العاملين فيها مئة ألف كما يقول اليعقوبي في تاريخه أنه لما اكتمل له مئة ألف من أهل وأرباب الصنائع والحرف بدأ أبو جعفر المنصور في أن يشرع في بنائها فالمدينة بنيت أولا بناء واسعا على ما هو معتاد ثم كانت حركتها الاقتصادية موقعها مزاياها الاقتصادية مما سارع في كبر ونمو وتضخم هذه على هذا يعني هنا على هذا موضوع المساحه والنشاط الاقتصادي والنشاط العلمي العلمي والادبي اريد ان ابني عليه واسال الدكتور عماد عبد السلام دكتور يعني بالرغم من ان المدينه كانت في مهدها كانت نصف قطرها لا يتجاوز بالكاد كيلوين ونصف الكيلو متر ومع ذلك شهدت نهضه عمرانيه وعلميه وادبيه في كل الأصعدة سريعه ما الذي اكسبها هذه الاميه الاستراتيجيه بهذه السرعه من الوقت برايك حقيقه هناك اكثر من عامل عامل تفضل الاستاذ الهامي ووضحها بشكل جميل وهو الموقع يعني مدينه تتوسط نهرين هذان النهران ليس مجرد مجريا ماء وانما نسغ حضاري بين يجمع بين اقاليم عده وبالتالي حينما كانت التجاره تاتي من الصين كما تفضلوا او من بلاد الروم او ارمينيا او بلاد الشام كانت تاتي معها الثقافه ايضا يعني هي ليست مساله سلع وبضائع فحسب وانما كانت الحضاره تنتقل مع هذا النسغ وبالتالي كانت الأقوى متفد إلى مدينة بغداد وفي بغداد كانت يعني تتفاعل العوامل وتنصهر لتكون أدبا وعلما تميزت به هذه المدينة تميزا عاليا فإذا للموقع أهميته وهو كما أقول دائما هذا شيء يمكن يدخل في باب عبقرية المكان يعني كما كان المرحوم جمال حمدان يتكلم عن هذا المفهوم يعني هو فعلا عبقرية المكان اختيار موفق أدى إلى هذا التلاقح الحضاري والثقافي بين ثقافات المتعددة ونتج عنه ما نتج وهناك عامل آخر حقيقة يتعلق بالدولة التي أنشأت هذه المدينة الدولة العباسية كانت دولة تختلف عن كثير من الدول في اتجاهها السريع في مجال الثقافه. يعني الخلفاء كانوا يشجعون العلوم، تنشا بيت الحكمه في بغداد، وبيت الحكمه كان موئلا للعلماء من كل حدب وصوب، وكانت تترجم فيه كتب الروم، يعني الكتب المكتوبه باليونانيه والسريانيه، وهناك تفاعل كبير في داخل هذا البيت. في مجال انتاج العلم والثقافه يعني واروع الكتب العلميه كتبت او ترجمت في بيت الحكمه كانت تضم النخبه وفتحت رعايه الدوله وحتى نفهم مدى اهتمام الدوله ببيت الحكمه يجب ان نقول ان اهم احد اهم قصور الخلفاء وهو قصر الخلد هو نفسه تحول جانب منه الى بيت الحكمه يعني دور الخلفاء اصبحت هي الموئل لإنشاء أولى المؤسسات الثقافية يعني بمعنى أن الخلفاء كانوا يرعون بشكل يرعون بشكل مباشر حركة العلم هذه. السيدة زبيدة زوجة الرشيد كانت تستدعي الشعراء يعني وتطلب منهم أن يأتوا إلى بغداد وترعاهم رعاية فائقة. هنا تدخل مباشر من قبل الدولة والقائمين على الدولة. وهذا كله يدخل في يمكن أن نفهمه في ضوء الزخم الذي جاءت به هذه الدولة العباسية دولة فتية قوية راعية للعلم والعلماء مشجعة للنشاطات العلمية وبالتالي شهدت بغداد تأسيس ليس فقط التشجيع المباشر يعني من قبل هذا الخليفة وذاك وإنما إنشاء مؤسسات راعية وهذا شيء مهم جداً مؤسسات راعيه كان اولها بيت الحكمه أه و و ثم حينما بدا عهد المدارس وحتى قبل عهد المدارس بدات تظهر المراكز العلميه في ملحقه في المساجد وفي غيرها ثم ظهرت المدرسه المستقله عن المساجد واصبحت بغداد موئلا للعدد الوافر من المدارس العلمية التي كان بعضها يصل إلى مستوى الجامعات يعني لم تكن مدرسة إلا بالاسم وإلا من حيث الحقيقة كانت على مستوى جامعة يعني تضم علوم مختلفة وتدرس فيها المستنصرية مثلا كان يدرس فيها حتى الطب والرياضيات يعني ليس الفقه والتفسير وغير ذلك حتى علوم الطب وكان هناك مستشفى يعني سريري يدرس في الطب وهكذا نعم لكن دكتور حقيقه لا يمكن قطع الحديث عن بغداد يعني قطع التاريخ عن الحاضر وهنا اريد ان اسال الدكتور رافع الفلاحي نحن في حضره بغداد ويعني تابعنا بالامس القريب احد نواب البرلمان في عراق اليوم يقول انه من العار رب بغداد بهارون الرشيد علما ان العالم باسره يعرف ان بغداد هي بغداد هارون الرشيد لما له من بصمات على هذه المدينه العريقه. يعني السؤال هو ربما يخرج هذا الصوت بين حين واخر هذا ممكن ان يحدث لكن السؤال الى اي مدى هذا الراي الذي عبر عنه النائب عمار طعمه هو انعكاس لمزاج سياسي حاصل الان في العراق ام انه هو مجرد تمرد فردي على وجدان العراقيين ومشاعرهم وارائهم في مدينتهم. بسم الله الرحمن الرحيم يعني دعني اولا اقول ان ما تحدث به استاذي الدكتور عبد السلام الدكتور الهامي يعني وضعوا صوره بغداد والحقيقه نحن نتحدث عن وظيفه هذه المدينه يعني عندما تقرا كتب التاريخ الان نحن نقرا في ابن كثير نقرا في اليعقوبي نقرا في الخطيب البغدادي نقرا في كتب حتى في كتب التاريخ ستجد مدن قليله من يشار اليها بالبنان وكانت بغداد يعني دره يشار اليها في كل الكتب وظيفتها كانت يعني 93 سنه الدوله الامويه في دمشق انتقلت الى الدوله العباسيه وذهبت الى الكوفه، جاء ابو جعفر المنصور ليجلس بغداد في مكانها، اختار هذه العاصمه هذا المكان لعاصمه الدوله الاسلاميه والعربيه في ذلك الوقت، كان لها وظيفه هذه الوظيفه وظيفه مثل ما تحدث الدكتور عماد والدكتور الهامي وظيفه ثقافيه، وظيفه آه وظيفه تألق، كانت مدينه لا يمكن ان تتحدث عنها مدينه اقصد حجرا وشوارعا وبنايات ومساجد فقط، لكن مدينه لها معاني في التألق، في ان تشع بنورها بثقافتها بحضارتها على على كل الدنيا، وهذا هو الدور الذي قامت به بغداد، وتطورت من ابو جعفر المنصور الى هارون الرشيد، هذا التطور الهائل في ثقافات عندما ترجمت لكل الفلاسفة ترجمة الفلسفة اليونانية كتب الوراقين كانوا يملؤون في بغداد كل الأنواع الصناعات كانت موجودة في بغداد وكل أشكال الحضارة والناس تفد إلى بغداد من كل الدنيا ليشاهدوا هذه هذه العجوبة هذه المدينة الغريبة الجميلة الرائعة التي تشع هذا الدور الحضاري الدور المتألق كأنك اليوم تسألني لماذا يكرهون هذا الدور عندما يتحدث أحد عن عن من أنشأ بغداد من رعى بغداد من أعطى لبغداد هذا التألق بغداد لم يعني لم تنشأ هكذا من العدم لم تأتي بباراشوت مثل ما يقال وليس اعتباطا إن شاء وليس اعتباطا هناك رعاة لهذه المدينة هم الذين طوروها هم الذين بفكرهم الاستراتيجي أسسوا لها وظيفة جعلتها متألقة في العالم مدينة متألقة في العالم بمدارسها بجامعاتها بجوامعها بأهلها بـ 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 بما تقدمه من خدمات للدنيا هذه كلها عندما تحدثني اليوم من يشتم قادتها الذين قاموا بهذا الدور تريد أن تقول لي لماذا يكرهونها كيف تقرأ هذا, هذا الوصف هذا 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 يعني من الغرائب جدا جدا لان من يكرهون بغداد بهذه الطريقه ويشتمون من من قام ببنائها بتالقها هم يركنون الى احقاد وثارات غريبه عجيبه البعض يعود الى دور هارون الرشيد ربما عندما يشتمون هارون الرشيد كون يعني يعني لا لا يريدون ان ان تربط بغداد بالرشيد وهي بغداد الرشيد لماذا مهما لأن الرشيد ربما واحد من الاسباب الكبيره هو مسؤول عن نكبه البرامكه، هو الذي منع المد الفارسي في ذلك الوقت من السيطره والتغلغل على بغداد، وهذه واحده من الثوابت التي تغيظ الكثيرين، بغض النظر يعني عندما يسمونه قاتل ال البيت كذبه كبيره هذه في التاريخ تشويه معذره دكتوره يعني <applause> هل افهم من كلامك ان يعني هذا الراي الذي عبر عنه عمار وراءه مد وراءه يعني رغبه فارسيه او ايرانيه؟ بالتاكيد هذه هذه حقيقه لا يمكن نكرانها ولا لماذا لماذا هذا الحقد على يعني عندما يقولون لدينا مشكله من 1400 سنه يتحدثون عن عن مدينه يعني بغداد 1256 سنه من منذ بنائها لحد اليوم الان نتحدث عن تاريخ وكاننا نتبنى الماضي بكل بكل قصص الوهميه بكل قصص الخرافيه ولا ناتي على النقاط المضيئه في هذا التاريخ هذا الماضي الجميل هذا البناء هذا ال هذا الالق هذا التالق هذا ال الذي جعل بغداد دره في اعين الناس واللي جعلها هؤلاء وغير ولاكو يقصدونها لتدميرها لكي يسيطروا على العالم هذه كلام كلام جميل دكتور رافع لكن قبل ان انتقل الى محمد الهامي في اسطنبول يعني عندما يقول عمار توما مثل هذا الكلام برايك رغبه ايرانيه فهمت منك انها رغبه ايرانيه ولكن هل هذا يمثل مزاج عام في الشارع العراقي؟ هذا هو بيت القصيد العراقي هو لا يمثل مزاجا عاما لكن اريد ان اقول حتى الطبقه السياسيه يعني دعني اقول مثالا اخر ليس فقط عمار تفضل عندما يتحدث مثلا وزير خارجيه يتحدث عن بغداد ويقول ان سرجون الاكدي يعطي مثلا لكي لا يقول بغداد الرشيد وبغداد جعفر ابو جعفر المنصور يقول سرجون لا ما علاقه سرجون الاكدي قبل ان تولد بغداد بثلاث الاف سنه الرجل كان قد توفي ما له علاقه ببغداد لم تكن بغداد موجوده في ذلك الوقت هذا لكن على يريدون ان يبعدوا كل هذا التاريخ يريدون ان يسقطوا هذا التاريخ اسقاط هذا التاريخ خذ شارع الرشيد مثلا <applause> لماذا مهمل بهذه الدرجه سؤال كبير علامه استفهام كبير هو اهم شارع في بغداد هذا اهم شارع وكان يسمى الشارع الكبير والجاده الكبيره هذا اهم شارع في بغداد وكان فيه افضل المكتبات وافضل المقاهي الثقافيه وافضل المحلات وكثير من أحداث العراق الحديث حصلت في هذا الشارع لماذا يهمل بهذه الدرجة لكي يكون وكراً لعصابات وكراً نعم. لأعمال لا تليق بهذا الشارع لماذا يهمل بهذا والأزبال تملأه كله انتقاماً من هذه الأسماء التي أرادوا أن يستجلبوا من التاريخ قصصاً وهمية ويعيشوا عليها ويجعلوا الناس تصدق هذه القصص لكي تتبناها وبالتالي يسقطوا رمزية بغداد رمزية الجامع بغداد جامع للناس تعم. عندما تبقى بغداد قوية ومتألقة ستجمع الناس ستؤدي إلى إعادة العراق إلى لحمته وجود بغداد مهم جدا جدا في وجود العراق هذا كله سنبحثه بعد الفاصل ولكن قبل أن أذهب إلى الفاصل علي أن أذهب إلى إسطنبول لأسأل محمد إلهامي لو تحدثنا محمد عن الأهمية التاريخية والحضارية لبغداد في ذلك الوقت وكيف تجلت هذه الأهمية واقعا عمليا الحقيقة الحديث عن الأهمية التاريخية يشبه الحديث عن ضوء الشمس في النهار يعني يعني وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل أنا تذكر يعني حتى من المستشرقين ليس من العرب ولا من المسلمين من المستشرقين المستشرق الأمريكي من أصل لبناني فيليب حتي يقول إن بغداد بلغت بعد نصف قرن ما بلغته بيزنطة بعد عشرة قرون يعني الفخامه والفخار والاثر الثقافي والثقل العلمي والحضاري والاقتصادي في بغداد بعد نصف قرن فقط كان يساوي بيزنطه طب وانت كباحث معذره محمد انت كباحث في التاريخ عندما تبلغ بغداد بنصف قرن ما بلغته بيزنطه العريقه الكبيره بعشرة قرون يعني كيف تفسر هذا أنا أفسر هذا بأن النشاط العلمي الذي الذي حصل في بغداد وهو لا بد أن يكون حصل برعاية الخلفاء ورعاية الذين حكموها وملكوها لأنه في الحقيقة لا يمكن أن تحدث نهضة علمية إلا إن كانت هناك إرادة من القوة السياسية المسيطرة على هذه البلد وهذا كلام يعني سبق في تاريخنا نحن يعني كتاب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد كان أوسع ما ألف من الكتب في تراجم الرجال حتى وقته، وماذا فعل الخطيب البغدادي؟ إنما ترجم للناس الذين سكنوا بغداد أو مروا في بغداد وطلبوا العلم من بغداد، وفعل أكبر كتاب ألف حتى ذلك الوقت، الإمام الشافعي يتحدث عنه يونس بن عبد الأعلى يقول سألني الشافعي هل رأيت بغداد؟ فقلت لا، قال إذا ما رأيت الدنيا ولا الناس. بل ان احد يعني افراد اسره البيت العباسي عبد الملك بن صالح بن علي يقول ما مررت بزقاق في بغداد الا وجدت الناس وكانه قد نودي فيهم يعني الناس محتشده كان هناك من دعاهم الى النداء نحن نتحدث عن مدينه نشطت نشاطا ثقافيا وعلميا وتجاريا هائلا حتى بغداد الغربيين حينما يريدون أن يعرفوا الشرق ظلوا إلى وقت قريب يقولون ألف ليلة وليلة يعني هذا هو العمل الأدبي الأشهر الذي يعرفون به صورة الشرق لكي يقرب المثقف الغربي رأيه بالنسبة للجمهور الغربي يقول بغداد هذه هي مدينة ألف ليلة وليلة كما تقرؤونها <applause> بما فيها من الأمور العجيبة والساحرة التي تلهب خيال الغربيين في حديثهم عن الشرق نعم فنحن إذا حذفنا أبو جعفر المنصور والرشيد والمأمون وهؤلاء فنحن نحذف بغداد على الحقيقة وهذا غير ممكن يعني لا يمكن لأحد أن يحذف التاريخ لكن وأنا قلت لك كلمة فيليب حتي أنه أن أن بغداد بلغت في نصف قرن ما, بلغ ما بلغته بيزنطة بعد عشرة قرون نعم هناك مثلا مستشرق آخر جاك ريسلر وهو فرنسي يقول أن لا بيزنطة ولا الإمبراطوريات الفارسية بعد هذه القرون كان يمكن إذا عبرنا عنها ووصفناها أن نعبر عن شيء مما حصل في بغداد نعم. يعني هو يقول بأن بغداد تفوقت على هذه العواصم الحضاريه. ولكن يعني هنا ملمح مهم يعني محمد لو أذنت لي يعني هذا التألق الحضاري والتألق العلمي والأدبي وصب العلماء ورؤوس العلم ورؤوس والعقول الكبرى في العالم الإسلامي في بغداد يمكن أن يطرح يدفعنا إلى طرح السؤال إلى أي مدى انعكس على السمات العامة للبغداديين أنفسهم وللعراقيين جملة؟ هذا ما نريد أن نبحثه ولكن بعد فاصل قصير. اهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقه جديده من تواصل.com دوت كوم اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه اسعدكم الله في هذه الندوة الخاصة بمدينة بغداد واهميتها التاريخية والحضارية، سريعا اعود الى الدكتور عماد عبد السلام، يعني بهذه السرعة التي نهضت بها مدينة بغداد وهي مدينة وليدة، ظهر فيها العلماء والمؤرخون والباحثون وصب يعني اتجه اليها كل رؤوس العقول والعلم في العالم العربي والاسلامي، هذا الجو العلمي والانتاج العلمي والادبي والفكري دكتور، يعني كيف انعكس على السمات العامة للبغداديين ماذا أوجد فيهم من سمات وخصائص أوجد الكثير حقيقة أوجد, أوجد منظومة من القيم التي اتسمت بها الشخصية البغدادية حتى قيل أن الإنسان البغدادي كان في تلك العصور نموذج الإنسان المسلم بشكل عام النموذج المتحضر ما يهمنا هنا ليس فقط الجدران والقصور وغير ذلك مما تركز عليه كتب التاريخ مع الأسف يعني هنا إنسان قد تغيرت صفاته ونضجت عقليته وتطورت مفاهيمه وأصبح ناشرا لمجموعة من القيم التي اتسم بها نتيجة هذا الذي تفضلت به بمعنى أن مثلا من ما وصف به الإنسان البغدادي وصف بالظرف الظرف ليس هو الظرف ما نقوله الآن يعني ظريف كأنه الرجل الفكه الذي يحسن أن يدخل البهجة على نفوس سامعيه هذا هو المفهوم العادي العام يعني الآن الظرف هو الأناقة في كل شيء الأناقة في الملبس وفي المأكل الأناقة في الكلام الأناقة في التفكير هذا كله أصبح صفة ملازمة للإنسان البغدادي حينما يذكر أحد المؤرخين أنه جلب ذنون هو كان في مصر وأسر أو اعتقل وجيء به إلى بغداد جاء مأسورا كثيرا عطشانا فاشتاقت نفسه إلى يشرب الماء فوجد سقاء قال أسقني فسقى سقاه الماء قال شممت رائحة المسك في الكوز يعني في ال القدح في في الكاس ورأيت هذا الـ الـ السقاء يرتدي ملابس انيقه ويضع يعني ما يشبه ان يكون صدريه من قماش جيد و معاني الجمال هذا يعني مرتب كما نقول فقال من هذا؟ هذا سقاء السلطان؟ قالوا لا هذا سقاء العامه قال قلت يعني ذنون قال كل الظرف في هذا، هذا هو الظرف الذي تحلى به الانسان البغدادي. واراد ان يعطيه مبلغا من المال قال لا, لا يجوز لان انت اسير والاسير لا يؤخذ منه المال أصلا. قيمة اخلاقية هذا هذه قيمة، هذه قيم نعم. وهذا سقاء، هذا لم يتكلم عن خليفة ولا عن قائد ولا عن احد الاثرياء ولا عن سقاء يقتات من خلال سقي الماء فانظر الى مجموعه القيم التي تجلت في انسان عادي من عامه الناس، فما بالك بالناس الاخرين، هذا شيء مهم، هذا هو الظرف البغدادي الذي دخل في كتب التراث ويندر ان تقرا كتابا في التراث الا وتقرا شيئا عن الظرف البغدادي الذي لازم الشخصيه البغداديه ملازمه كامله. تحدثوا عن المروءه، هناك كتاب عظيم حقيقة كتاب اسمه لابن المعمار البغدادي يتكلم عن اصناف الحرفيين فاذا به يختم هذا الكتاب بمجموعة من القصص التي تتحدث عن تلك المروءة التي تحلت بها اصناف الحرفيين في بغداد انا لا اتكلم عن الشاعر والأديب أتكلم عن الإنسان العادي نعم. هذا الإنسان العادي كان رفيعا في خلقه رفيعا في قيمه حتى أن ابن المعمار البغدادي جاء بأوصاف جميلة وقصص عن هذا الذي تحلى به البغداديون في, في, في كل شيء وبالذات في أخلاقهم وفي مروءتهم لازمت المروءة هي الإنسانية يعني تساوي الإنسانية من المرأة والمرأة والإنسان ومن المرأة فهذه المروءة التي تحلى بها الانسان البغدادي هي الذي جعلت بغداد تستعصي على الفناء لان المروءة هي الروح الانسانية وهذه الروح من مقتضياتها التآلف والتحابب بين الناس والمدينة دامت بهذا النسيج الاجتماعي القوي نعم. الذي وصل بين كل تلك الاقوام والفئات التي ساهمت في حضارتها هذا شيء مهم مدينة لا تتعايش فيها هذه المكونات لن تكون لن تكون أصلا لكن الظرف والمروءة وتلك المجموعة الرائعة من القيم كان سمة الإنسان البغدادي وهذا الذي اكتسبه هذا الإنسان من خلال معاناته ومن خلال ثقافته نعم. وحضارته وغير ذلك ليس فقط الجانب المعنوي الذي تحدثت عنه وإنما لكل حضارة ولكل بلد جانب مادي الى الجانب المعنوي الجانب المادي اليوم عندما تتابع اخبار العراق حقيقه شيء يعني لا يصدق يعني مسؤولون الاثار العراقيون الان في الداخل العراقي يقولون ان نحو ثلاثين الف قطعه اثريه سرقت اضافه الى تهديم 700 بيت اثري هذه ارقام مهوله ومخيفه بالنسبه لمدينه اثريه في اي سياق يمكن وضع هذه الاعمال دكتور اولا السياق واضح هو تشويه هذه المدينه افقادها قدرتها على ان تكون مدينه متالقه <applause> قطع قطع ما بي يعني قطع تاريخه قطع عن تاريخه هذه الحقيقه هذا 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 الذي يفعلونه الان يعني عندما يتحدث الدكتور عماد وتحدث الدكتور الهامي تحدثون عن فعلا انا اتكلم عن وظيفه هذه الوظيفه التي انعكست على اهل بغداد وجاءت بالظرف الذي تحدث به الدكتور عماد في اهلها بالاناقه بالتفكير وال والتصرف وال والرؤية هذه لم تأتي اعتباطا، هناك وظيفة لمن انشأ بغداد، لمن وضع نظامها السياسي والإداري أراد لها أن تكون بوظيفة تتناسب مع مع فكره، مع توجهها، مع وظيفتها، لذلك أهل أهلها كانوا يتناغمون مباشرة مع هذه الوظيفة ويكونون جزء منها ومعبرين عنها، عبروا عن هذه الوظيفة برقي فكرهم. حتى بغداد عندما يعني تنظر لها في الماضي ستجدها بأربعة أبواب أليس كذلك دكتور؟ بأربعة أبواب اتجاهات مختلفة يريدون أن يقولوا أن هذه المدينة مفتوحة رغم أنها هي دائرية مفتوحة على العالم كله تجمع الناس كلها واحدة من صفاتها من, من وظائفها أن تكون مدينة وسطية جامعة للجميع نقطة مهمة حقيقة نعم. أشرت إليها دكتور رافع لكن يعني في سياق نفسه عندما مثلا يظهر عمار طعمه ويقول هذا الكلام يريد ان ينسف الصفه التاريخيه لبغداد وربطها بهرون الرشيد ثم بعد ذلك تسمع عن سرقه الاثار وتهديم البيوت الاثريه وكلها تعود الى الحقبه الاسلاميه إلى أي مدى هذا العمل ممنهج ويعني على ماذا يدل؟ يعني كيف يتجلى هذا المنهج؟ يعني وأين العراقيون من هذا الآن؟ العراقيون اليوم؟ من هو هذا اللي أركز عليه في في يعني في حديثي. نعم. الوظيفة، هم يعرفون أن وظيفة بغداد وظيفة جامعة، وظيفة وسطية، وظيفة تجمع الجميع، تلم الجميع. هذه يجب أن تنفع عنها، يجب أن تنتهي، يجب أن تسقط. تسقط هذه الرمزية، إذا ما بقيت بغداد بهذه الوظيفة سيعود العراق هذا اللي يراد له ان يضعف لكي تتغول ايران وتتغول الجميع عليه مثل ما يحدث اليوم من 15 سنه الان من احتلال العراق الى حد الان العراق بلا هويه، بلا قوه، ضعيف جدا وقال وكلما ضعف تمدد الاخرون مستشار حسن روحاني قال ها قد بغداد عادت الينا وعادت عاصمه لامبراطور فهل هذا يمكن ربطه بهذا؟ ما انت نتحدث أنا عندما تحدثت عن البرامكه، البرامكه ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون ان يحولوا العاصمه بالتالي بتغلغلهم، بتامرهم، يحولوا العاصمه الى خرسان كانت تتحول العاصمه العربيه الاسلاميه الى خراسان. وتكون مركز قياده الامه في خراسان هذه كلها اسقطها الرشيد عندما يشتمونه الان لا يشتمونه عندما يصفونه بالمجون وهذه القصص الوهميه في الف ليله وما اعرف هذه القصص الغريبه العجيبه التي لم ياتي بها كتاب محترم للتاريخ معترف به ومسند لم ياتي بهذه القصص الغريبه عجيبه عن هذا هذا الخليفه رضي الله عنه يعني يعني وأيده ما بنى هذه المدينه ورعى المسلمين ورعى أهلها ورعى الناس يعني كلهم. الأمم الحيه عاده هي تقدر يعني عظمائها ورموزها حتى لو اختلفت معهم فكريا. هذه هذه القضيه لكن لكن في وجود بغداد يرون أنها شوكه يجب كسر هذه الشوكه، يجب إنهاء هذا الدور، لذلك الآن كل البيوت التراثيه كل البيوت التي تعود إلى حقب كانت فيها بغداد متألقه يجب أن تزال. الكثير منها يعني لا, لا استطيع ان اعدد لك كم نعم. كم من البيوت الان مهمله وحتى في عصرنا الحديث عندما تحدث عن شاعر رشيد وغيره حتى تمثال هارون الرشيد آه تمثال المنصور الذي كان راس المنصور فجر وعاد مر عادوه مره اخرى بعد ان ثار الشعب ضدهم هذه كلها يراد منها ان ينفوا عن بغداد صفتها صفه التالق صفه الجمعه صفه ال صفة الوسطية صفة الانفتاح صفة،, صفة 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 القوة والقدرة في لم الجميع وفي بقاء العراق قويا قادرا على أن يلم قوته هذه جزء من من تعامرهم من كرههم لبغداد نعم. هذا جزء منهم طيب أريد أن أسأل محمد الهامي في إسطنبول يعني بغداد حوته من علوم ومعارف ومن قوة عسكرية كانت أكبر صاحبة أكبر قوة عسكرية في عالم ذلك الزمن كيف كانت تصوغ العلاقات فيما بين الدول في ذلك الوقت محمد هو بغداد كما يعني يجب ان نعرف حين نضع بغداد في دائرة الصراع الحضاري فيجب ان نتذكر ان بغداد لم تكن عاصمة العراق ولم تكن عاصمة الاسلام، بغداد كانت عاصمة الدنيا في ذلك الوقت. يعني اذا نحن نتحدث عن صراع تاريخي وعن ثار تاريخي فبغداد كانت كمدينة وكتاريخ تضايق كل عدو للمسلمين بما حوته من علوم وكنوز وادباء وشعراء وفقهاء وعلماء وحتى ما ذكره الدكتور عبد السلام الان الدكتور عماد انه يعني الامام ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه يقول قيل اذا كان خلق الرجل عراقيا وعلمه حجازيا وصلاته شاميه فقد كمل مساله الاخلاق التي طبعت اهل بغداد كانت تؤثر في الكل وما ذكره دكتور الفلاحي عن التعايش الذي كان بين أهل بغداد حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما دخلت بلدا إلا ظننتني في سفر إلا بغداد فإني أعدها لي وطن والإمام الشافعي ممن اشتهر بالسفر والترحال وله في ذلك أشعار نحن نتحدث الآن عن الأخلاق التي سادت داخل بغداد لكن أهم ما كان في بغداد أنها كانت رمزا للمسلمين فحتى في اوقات ضعف الخلافه العباسيه وضعف الخلفاء العباسيين كانت شرعيه الخلافه العباسيه الموجوده في بغداد بقوتها الشرعيه نعم. هي التي تنظم علاقات القوه في الدول الكبرى في العالم الاسلامي نعم. يعني حين تكون الخلافه العباسيه تحت سلطه البويهيين او تحت سلطه السلاجقه او تحت سلطه الاتراك كان الخليفه العباسي حتى في ضعفه في بغداد يمثل الجامعه الروحيه لشعوب المسلمين شرقا وغربا حتى لما استقل عبد الرحمن الداخل في الاندلس وانظر ما بين بغداد وما بين الاندلس لم يتجرأ ان يتسمى بالخلافه وانما تسمى بالامير لكي لا ينازع الخليفة والمسلمون لهم خليفة واحد لكي لا ينازع الخليفة في بغداد فلك أن تتخيل أن قوة الخلافة التي كانت في بغداد كانت تنظم علاقات القوة حتى حين كانت الخلافة ضعيفة في بغداد وكانت هناك دول قوية يوسف بن تشفين في المغرب وكانت دولته قويه كان يتسمى بامير المسلمين ولم يجرؤ ان يتسمى بامير المؤمنين لا. نور الدين زنكي صلاح الدين الايوبي كل هؤلاء كل هؤلاء كانوا يوالون الخلافه العباسيه القصد انه بغداد كانت حاضره بقوتها الثقافيه الروحيه في كل العالم الاسلامي حتى وان كانت قوتها السياسيه والعسكريه ضعيفه فكانت حجرا لا يمكن تجاوزه في خريطه العلاقات الدوليه في ذلك لا. الوقت طيب هنا اريد ان اعود قبل قليل ذكرت دكتور عن شيء اسميته التعايش داخل بغداد حقيقه كان في بغداد تنوع اثني مذهبي ديني ومع ذلك اريد ان اسالك كان هناك نوع من التعايش كيف استطاع القائمون على الدوله في ذلك الوقت يعني صهر هذه الاثنيات والمذاهب والاديان ليس فقط في صيغه تعايش سلمي بينهم وانما في صيغه وصوره انتاج علمي وفكري ومعرفي فاض على العالم، كيف نجحوا بالرغم من وجود ما يبدو لك انه تناقض في الاديان والاثنيات والمذاهب، كيف نجحوا في هذا؟ يعني هذا السؤال يمكن ان يجاب عليه بان بغداد كانت تمثل عصر ازدهار حقيقي للاسلام نفسه، الفكر الاسلامي وبالتالي لا يمكن الاجابه عن هذا الا بفهم ذاك، وبالتالي كان هذا الازدهار يعني قادرا على ان يتفهم اوجه الاختلاف ويصوغ من هذا الاختلاف قوه دافعه لهذا الفكر. لم يكن هناك اشكال في ان يختلف الناس في اشياء منه اي من هذا الفكر ولكنهم سيتفقون في في المحصله على المشتركات الكثيره التي تجمع بين هذا هذا ما نسميه صهر والصهر ليس مسخ الافكار او هو يعني الغاء بعضها وانما الاسلام ب بعنفوانه هذا ليس في العهود التي ربما يعني اختلفت الصورة عما كانت في ذلك العصر كان قادرا على أن يهضم كل هذه الأفكار وينتج منها فكرا ومعرفة ومعرفة متجانسة إلى حد كبير سأضرب لك مثالا تفضل الإنسان الشاب يستطيع أن يأكل كل ما حلا وطاب على المائده فيزداد قوه وبأسا هذه الاغذيه تزيد من بأسه ومن قوته يعني هذه تغذيه لكن الانسان الذي يعني قد بلغ مبلغا من العمر تجده لو اكل صنفين اصابه عسر هضم وربما اودى به بمعنى ان عنفوان الامه عنفوان الاسلام في ذلك العصر كان مسؤولا عن تمكن بغداد كونها الدرة اللامعة في هذه الحضارة أن تستوعب كل هذه الأصناف من الأغذية الفكرية والثقافية وتنتج منها ما, ما يجعلها أكثر قوة كم من المؤلفين كتبوا عن أنواع مئات من الفرق أصل أصبحت كتب الفرق من الشارستاني وغيرهم معروفة تماما ولعله هذا من أثار صلاح النظام السياسي ربما دكتور هذا يعني كلام سليم فعلا لم نسمع ان يعني احد الخلفاء او حتى من هم دونهم نعم. انه طارد فئه بذاتها او انه اضطهد فئه لما تعتقده كان الكتاب يناقشون هذه الافكار الشهرستاني جمع كل الملل والنحل يعني كتابه كتاب الملل والنحل كل الملل والنحل لم يشتم أحدا منهم ولم يدعو إلى اضطهاد أو التنكيل بإحدى هذه الفرق وصفها وصفا أكاديميا كما نقول اليوم وعلميا ولم يدعو إلى أي اضطهاد ولو دعا إليه ما نفذ دعوته أحد كانت الصدور أكثر اتساعا تمدن نعم صدور أكثر اتساعا إن كان من الحكام أو من المحكومين نعم لكل هذا التنوع ولذلك استقامت هذه المدينة وهذه الحضارة وقويت على زمانها نعم أتحول إلى الدكتور رافع وأرجو من ضيوفي جميعا الاختصار الشديد بقي القليل من الوقت وربما الكثير من الأسئلة الآن بغداد في ظل واقعها اليوم لا بواكية لها حقيقة الوضع في داخل العراق اليوم مزري بشكل عام على مستويات كافة إلى أي وضع ديمغرافيا سياسيا استراتيجيا تتجه مدينة بغداد ومن ورائها العراق يعني الحقيقة احنا نتحدث عن يعني تحدثنا عن تاريخ وهذه بغداد اللي تحدثنا عنها الان غير موجودة. يعني حقيقة ما حصل خلال هذه السنوات عمليات تجريف، عمليات تهديد، تشويه كبيرة جدا جدا، لكن تبقى بغداد. بغداد تعرضت لنكبات كبيرة جدا جدا. في زمن الهولاكو وتيمورلنك وغيرهم كثير. الاحتلال البريطاني عام 17 656 50 هولاكو يدخل يدمرها ويحرقها الادوار تتشابه الحقيقه عندما تنظر الى عام 656 1258 ميلاديه ويدخل هولاكو وبعده تيمورلنك يدخلون يقتلون العلماء يقتلون الوراقين البنائين يشتتون الناس في عام 2003 عندما احتل العراق تجد نفس الصوره استهدف اصحاب الكفاءات، اساتذه الجامعات، العلماء بالقتل، بكل خيره الناس، كل اصحاب الخبرات الفنيه نفس الغرض عندما تدمر مدينه، عندما تدمر مكانا تذهب الى العقول تبحث عنها وتدمرها وتذهب الى مراكز الدراسات تحرقها، وهذا ما حصل في زمن يعني في زمن هولاكا وغيره احرقوا المكاتب وكانوا يتحدثون ان دجله قصارة مياه زرقاء من الكتب التي رميت فيها هكذا وشهدنا بعد عام 2003 احتلال العراق حرائق كثيرة لكتب ومكتبات وسرقات هذا كله لا يمنع من القول أن بغداد هذه ستظل عصية رغم كل هذا كل هذا الضيم كل هذا الأذى إلى أين تذهب؟ ستذهب إلى إعادة مجدها مرة أخرى بغداد تنهض من هذا الرماد مرة بعد أخرى يعني لها قابليه، هذه المدينه وجدت لتبقى، لي ليس كثير من المدن بنيت وبنيت على احدث الاساليب لكنها انتهت، بغداد لا تنتهي. تصبح رمادا وتقوم من بين نعم. هذا الرماد وهكذا هذه وظيفتها وهذا قدرها في التاريخ، ستقوم مره اخرى. وستكون جامعا لاهلها مره اخرى. <applause> نعم، هذا اريد ان ابني عليه واسال محمد <applause> الهامي وارجو منك بدقيقه من فضلك يعني معذره، يعني مدينه تحمل مثل هذا الارث الغني، هل يمكن وانت الباحث في التاريخ، هل يمكن ان تضمر وتختفي؟ ام انها بما تحويه في ذاكره العراقيين يمكن ان تشكل منطلقا لاعاده بعث العراق من جديد؟ انا اؤكد على ما قاله الدكتور رافع من ان بغداد مرت بها كثير من المحن ثم استطاعت ان تجدد نفسها. ولا شك ان بغداد بما لها من هذا الثقل وهذا التاريخ وهذا الحب ليس في قلوب العراقيين بل في قلوب المسلمين جميعا تستطيع ان تكون نقطه جذب ونقطه تعاون يعني يحيا ويتجمع حولها اهل الحق من جديد ولكن يجب ايضا ان اقول ان التحدي كبير وان المحنه صعبه وانه اذا لم يوجد من يدافع عن بغداد وان يعيدها الى امجادها فنحن في تاريخنا مدن حضارية كبرى قد سقطت واندثرت القرطبة وغرناطة وإشبيليا وكثير من المدن الأخرى التي لا نريد لأي مدينة من مدن الإسلام أن تكرر هذه السيرة فالحقيقة أنه التحدي كبير جدا ولا شك أن بغداد نعم. تواجه مواجهة كبيرة ينبغي أن يلتئم حولها الجميع فيها أشكرك على التزام دكتور معذرة بدقيقة من فضلك يعني من عادة الشعوب ان تتوحد حول تاريخها لماذا في العراق بالذات يريدون ان يحذفوا جزءا من تاريخهم وليس اي جزء وانما هو الجزء الاعرق من تاريخهم، هل من تفسير تاريخي لهذه الظاهره؟ والله جهاله يعني من قال ان تاريخ انجلترا في العصور الوسطى كان افضل مما حدث من يعني من اشياء في في بلادنا اساسا روايات مسرحيات شكسبير كلها تتحدث عن كوا مآسي حدثت في التاريخ ومع ذلك يعتز به الإنجليز ويعتبرون هذا الأدب درة التاج البريطاني نحن يبدو يعني مولعون بأن أن نؤذي هذا التاريخ يعني مع أن في أمم أخرى ما هو أسوأ هذا من النقاط الغير المضيئة فما بالك بما نملك من نقاط مضيئة أخرى إذا يلزم حقيقة إعادة النظر في هذا كله لكي يعتز الإنسان بماضيه لأن هذا الماضي هو كامن فينا أشكرك يعني أشكرك شكرا جزيلا حوة. كان ينبغي أن أختم مع الدكتور رافع الفلاحي لكن أدركنا الوقت أشكركم شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الباحث والأكاديمي وكذلك الدكتور عماد عبد السلام أستاذ التاريخ ومعي من إسطنبول محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي شكرا على طيب المتابعة في أمان الله بغداد دار حضاره الاسلام ومقر عرش المالكين السامي وسمت بهارون الرشيد مكانه اوفت على الايوان والاهرام تتزاحم العلماء في جنباتها مفورة الإكرام والإنعام